يقدم لكم هذا البرنامج برعاية شوكولاتة الوجدان، جربوها تحبوها. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة سميرة، حصتكم استراحة القهوة، معكم شاف بالعيش عادل. اليوم إن شاء الله حنديرو طارت وشوكولا، طارت كراميل وشوكولا. نشوف مع الأول باش نبدأ الحصة اللي كانت قبلها، درت لكم لاباط قبل لاكريم باتيسير. نو هاد الخطرة نديرو نبريباريو كراميل مو تاعنا باش نروحو نديرو لاباط، بيسك علاش الكراميل مو تروبوزي كتر من لاباط. اوكي، دونك عندنا في الكراميل مو واش نسحقو 100 غرام تاع السكر، نسحقو 80 غرام تاع الجليكوز اللي هو هذايا، نسحقو ايضا 55 غرام ليكوسوندر يعني حليب مركز، ونسحقو 100 غرام تاع لاكريم ليكيد، و 160 غرام تاع المارغارين ديالنا. دوك الحاجه البريمير ايتاب اللي نبداو بها، قلنا 100 غرام تاع السكر، نزيدو معاها الجليكوز. قبل ما نديرو الجليكوز نشمخو شويه برك لاسباتيل تاعنا ما تلصقناش فيها. باسكو لو كانت تكون يدك ناشفه ولا لا مارينس تاعك ناشفه راح تلقى صعوبه كبيره باش تنحيها من هنا. دوك هكا غير بالسخانه الجليكوز يبدا يطلق في روحو. عندنا هي جوست حنا دوك نديروها لهنايا كراميليزا. حنا واش نديرو بيسك هذا هو اللي راح يحبس لا كويسون تاع الكراميل، نحبسوها بالليكو سونطري ولا كريم ليكيد. هاي اللي نخلطوهم هكا مع بعض. هذه كراميل، هذه تقدر هي تكون كراميل برسالي لو كان ناجيتي لها لا فلور دو سال. لا فلور دو سال كاين بزاف يقول لك ندير الملح كدا، مي شنو انا بريفيري لا فلور دي سال باسكو علاش؟ ماشي طعم واحد. لا فلور دي سال بزاف بنينه على اللي كنديروا الملح وحده. مي شنو انا اليوم حنخليها كراميل، ماشي حندير لها كامل لا الملح لا فلور دي سال. فوالا هي كاين وين نشوفي ولا لي كونسونطري تاعنا ومع لا كريم ليكيد باش نستوبيو الكراميل. كيما قلت لكم كاين وين نسخنوهم، كيما نعرفوش نسخنوهم. دونك نوري لكم لا تكنيك اللي تجيكم بالك نتوما وعلى تخافوا هذه تاع النار ولا. دونك نشوفو كش نديروها نتحايلوا معاها برك. هي الكراميل كي يكون عندنا كونتاكت معاها سوا ما لازمش نخافوها، بيسك الكراميل طيب في النار ما طيبش في الفور ولا طيب كيما حوايج واحد اخرين. لا طنا الكراميل تاعنا لازم السكر لازم يتحرق، باش السكر يتحرق حنا توجور ما لازمش نكونوا خايفين منه. باسكو لو كان ما يتحرقش مليح ما تكراميليزاش مليح ونستوبيوها بلا كريم ليكيد تاعنا وبالليكو سوندري واش حيصرا؟ حيصرا اون ديغراداسيون كبيره بزاف اللي ما توليناش الذوق تاعها تاع كراميل، جوست حاجه حلوه ولا كولر تاعها ابي بري تشبه الكراميل. دونك قدما نحرقوا مليح السكر تاعنا ونستوبيوه بلا كريم ليكيد لتما اللي حتعطينا الذوق ونظره تاع كراميل تاع الصح. بيسك بزاف ناس يعانيو من المشكل يقول لك ولات لي كراميل غلات، مي شنو كي زدت لها لا كريم ليكيد ولا كي زدت لها لي كوسوندري فينالمون شغل ديغرادات وما ولاتش كامل هكاك. علاش؟ بيسك ما تحرقناش السكر مليح. نقولوا اللي عنده ترمومتر اللي ولا عندها ترمومتر نقولوا في 170 في 175 درجة هكا. كي تبدا تغلي نخليها هنايا نعطي لها الوقت باش تغلي بعقلها، ومن والكراميل ما دومونديش باش نديروا لها نار قوية بزاف. نو نديروها بتيفو كيما هدايا الفرن الصغير كامل تاعنا وراهي تغلي بعقلها.
هو السكر جينيرالمون ما يطولش باش يطيب ولا باش يتحرق ولا تمشي فيه النار. دونك هو راه هنايا ماهوش بعيد عليا بزاف، انا في هذا المومو بدات ندور لاباط تاعي. لاباط تاعي اللي نسحقو 190 غرام تاع المارغارين، هاي هذه تمتم راهي غلات، هنايا لازم نوقف معاها هالا. هنا اللي قلت لكم ما لازمش نتخلعوا منها كي تكون دير هكذا، معليش تكحال خليها تكحال، بس كي راح ندير لها لاكريم ليكي تاعي وندير لها ليكو سوندري راح يديغراديها كيما هاي ليك. هذه هي الوقت المناسب باش نرمي لها ليك شي كحله، هذا هو الوقت المناسب باش نرمي لها هاي ليك. ما نخافش منها، انا نحيها من فوق النار ثم نخلطها لهنا فوالا. دوك هي دوك تبنى هكذا، تبنى مقرينيه. دوك حنا واش نديرو لها؟ نحطوها بول شوية كبير هلا، نحبسوا هاد المرقانين نروح لهذه. قلنا نسحقوا منها 190 غرام. هلا هاي ليك كراميل تاعنا كيفاش جات. المملكة كولر تاعها حمراء شابة. دوك هذه هي نفرميوها ونخبيوها في فريغو باش تروبوزي ومن طو تبرد لنا شويه. هنا هي لازم نفرميوها باش اون سي جامي واش عندنا في الفريغو تاعنا، باسكو فريغو تاع الدار ولا دي فوا تيكونوا فيه
الخضره ايتو باش ما ترفدناش ريحه واحده اخرى. دوكا نديرو لاباط تاعنا. كما قلنا احنا نسحقوا 190 غرام تاع المارغرين، ونسحقوا 90 غرام تاع السكر كلاص، و 30 غرام تاع البلون دوف، و 250 غرام تاع لافارين، نجيتيو لها 30 غرام تاع الكاكاو. هذه توجور كما قلت لكم في الحصه السابقه، انا بلعاني حبيت ندير لكم لاباط شوكولا باش تشوفوا بلي لا ديفيرونس، غير جوج باش نبدلوا الكاكاو وتكون وتطيب مليحه لاباط كي نديروها في الشوكولا. بالعكس لاباط كي نديروها في الشوكولا ما نسحقوهاش ميم با باش تروبوزي بزاف، ولا الاخرى كانت تروبوزي ربع ساعه، هذه 5 دقائق 4 دقائق تكفيها. كما شفتوني خلطت الفارينه مع الكاكاو، هنا نجيتيو لهم
المارغرين تاعنا والسكر كلاص. توجور لهنا نخلوها تخلط مليح لاباط تاعنا، ما نقولوش لا دوك تتحرق لنا هكا لاباط كي تدور زياده ولا نو، قد ما تخلط لنا مليح قد ما لاباط تاعنا تخرج لنا صحيحه وتخرج لنا مليحه ميم في الفور ما طيحش. هذه كيما تاع الشوكولا نكملوها باليد هنا هاي ليك نكملو نضموها. فاصوناج واحد مع كي شوكولا كي الفاني فاصونيهم بين زوج كيف كيف. بالعكس على كل حال الشوكولا تجينا سهله بلو فاسيل على الفاني كيفاش نفاصونيوها. تكون حاكمه روحها اكثر. مشاهدينا الكرام دوك انا نكمل نفاصوني لي طار تاوعي يطيبوا 170 درجه مده 12 10 دقائق على حساب الفور تاعنا ولا كان سخون ولا لا ونتلاقاو في لا فينيسيون نشوفوها مع بعض. فوالا مشاهدينا الكرام هاي الكلاطر تاعنا وشوكولا كيفاش جات. دوك حنا واش نديرو لهم هاي كيفاش يكون المونتاج. انا خيرت ندير نوازيت باسكو نوازيت اللي تمشي مليح مع الكراميل. نقدروا نديرو كاكاوات نقدروا نديرو لي زاموند مشنو الجوز ولا البيستاش نو ديرو غير شويه
غير بهذه. هي على كل حال الكراميل تاعنا هي تكون بنينه، باسكو هذه هي لي طارت كراميل، تجيها كمعمره ومام طو تكون بنينه، حتى مش حتجي تقيله ولا نو، الكراميل تاعنا خفيفه مام، باسكو حنا نديرو لها ديكوراسيون من فوغا شونتيي شوكولا. درنا كراميل مو جاتنا سوا سوا. يا مام لاباط تاع لي طارت ما كانتش حتخرج لنا بزاف، كانت تخرج لنا غير بي واحد الفان، بصح حنا ما نقدروش نديرو موان. دوك نجبدو لا شونتيي تاعنا. فوالا، انا ما حبيتش نعقد لكم برك الامور، ما حبيتش نمد لكم بزاف وصفات، جست اكدت لكم هذه الخطره على لاباط ولا كراميل، على بالي بلي بزاف اللي جديد عليهم، ما حبيتش ندير ان غاناج مونتييتو، قلت انا نستا باش نديرو حاجه سامبل نستعملو شونتيي اللي الناس كامل عندها في الدار، ندير لها شوكولا طارتيني نوازيت اللي تعطينا بزاف ذوق جميل جدا. هنا هاد الشونتي اللي درناها بشوكولا طارتيني نوازيت راح تكاسي لنا كاع الكو تاع الكراميل، اللي راح تولي بزاف لاطار تاعنا بزاف تجي بنينه. هانا فوالا مشاهدينا الكرام، هاي لك الحبه تاعنا، انا هذا كان من اختياري باسكو الديكوراسيون سي دو لاماجيناسيون، انا نكمل نديكوري لي طارت تاعي ونتلاقاو في طاوله التزيين. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا لا فينيسيون تاعنا تاع لا طارت شوكولا كراميل مو، هادو هما ملاح تانيك لرمضان والسهرات والقعدات، الله يزين من قعدتكم ان شاء الله، نتلاقاو في حصه اخرى ان شاء الله.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية شوكولاتة الوجدان، جربوها تحبوها.